الحمد لله دلوقتي عندي مشروع برضو سيناريو كتبته أخيرا اسمه شرط المحبة، وده يعني بطولة منى زكي ومجموعة كبيرة من النجوم والممثلين، وبنستعد دلوقتي إن شاء الله بنحضر له دلوقتي وإن شاء الله ندخل يعني في ده إكسكلوسيف لإيرم إن في فيلم جديد لمنى زكي. ايوه بالظبط. مين بقى البطل اللي قدام منى زكي؟ بصي هو مش بطوله مطلقه، اصل هو بطوله جماعيه، فاحنا لسه دلوقتي انا بشتغل دلوقتي على الكاست، ما حصلش عندي استقرار لبقيه الحاجات لانه التنوع كبير وكل يوم بتفكير وكده، فيعني ما اقدرش دلوقتي اقول مين اللي هيبقى يعني كل البطوله، لانه هي الفيلم يعني بطوله ما بين 8 و10 ممثلين، فلسه لحد دلوقتي يعني ما فيش استقرار نهائي. مفيش مشروع بقى لرمضان 2019؟ لا مفيش لرمضان 2019 بقى، في شرط المحبة يعني كويس قوي. في فيلم، في سينما بقى، مرة سينما مرة تلفزيون. فيلم نوارة كان تجربة طبعا تخصني وتجربة مهمة تخصنا طبعا كلنا، بس عشان أنا شاركت في الثورة يعني وكنت موجودة في الميدان في 18 يوم وكنت يعني أحد الشركاء يعني الفاعلين في الحلم الكبير قوي قوي اللي حلمناه ده، فكان ما ينفعش إن أنا أكتب عمل تاني، أنا بكتب أفلامي، فما كان صعب جدا إن أنا أكتب فيلم تاني من غير ما أكتب عن الثورة، لأنه انا عارفه ان هي كمان يعني شغل شاغل الناس كلها وليا انا طبعا، ولانها تجربه شخصيه فكان لازم نعمل كده. فكتبت فيلم نواره عن علاقه الفقراء بحلم الثوره وحلم التغيير يعني، والفيلم الحمد لله يعني حصل على عدد كبير جدا من الجوائز، منى شلبي عمل الدور جميل، حصلت على عدد يعني يزيد عن 7 أو 8 جوائز افضل ممثله في عده مهرجانات يعني محليه ودوليه، فالحمد لله يعني نورنا تجربه سعيده بيها جدا. انا مش مقله ولا حاجه، انا طول الوقت بيبقى عندي مشروع، بس يعني هو انا بشوف انه قلة عدد المنتجين دلوقتي وقلة رأس المال المستثمر في صناعة السينما خلى فرص التنوع في أشكال السينما قليلة جدا، وبقى المنتج اللي هو بيدخل فيلم واحد كل سنة ولا كل سنتين بيبقى عايز أكتر ضمانة ممكنة أنه مش هيخسر في الفيلم ده، وأنا برجع ده زي ما بقولك لأنه حجم الاستثمار قليل جدا، حجم الاستثمار لو كبير ولو المنتج بينتج 3-4 أفلام شركات إنتاج تبقى أكبر، عددها أكبر من حيث العدد وأكبر من حيث الحجم كمان والقدرة يعني، هيبقى عندنا فرصة أكبر زي السينما في أوقات فاتت، زي السينما في الخمسينات والستينات، إن نبقى عندنا إنه في مخرجين زي اللي هم عايزين يعملوا أفلام مش شبه السائد قوي، وفي نفس الوقت مش أفلام غريبة ولا حاجة، أنا بعتبرش إنه أفلام يعني أفلامي موضوعات اجتماعية مصرية جدا يعني وبتلاقي يعني قبول من الناس يعني، ولكن زي ما بقولك ما فيهاش العناصر الضمانة اللي هو المنتج بيبقى عايزها، يعني بيبقى عايز نجم معين عارف إن ده هيجيب له فلوس، بيبقى عايز نوع معين من الأفلام، بيبقى عايز يقلد فيلم أمريكاني عارف إن الفيلم ده الناس حبيته، يعني بيبقى عايز ضمانة كده حاجة شبه حاجة هو عارفها يعني.